السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فاطمة داري. هالفيديو بنسوي فيه ان شاء الله الكوستر، او اللي هو الصحن اللي نحط فوق الكابس او الجلاس. فهني استخدمت الالوان باقية عندي من بروجكت ثاني، فاستخدمت هني اول شيء حددت فوق البلاستيك، حطيت بالسيليكون تيوب، سويت أشكال عشوائية خليته ينشف 24 ساعة، وبعدها استخدمت الرزن الموجود عندي من بروجكت ثاني وخليته ينشف لمدة 24 ساعة، وبعدها بس طلعته من البلاستيك. فأتمنى أن يعجبكم الفيديو. بليز لا تنسون سبسكرايب، لايك، شير، واكتبوا لي تحت شو رايكم في الفيديوهات اللي احطها. شكرا.